يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. مات الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة بعد مرض ألزمه حجرة زوجته السيدة عائشة، ودفن في هذه الغرفة، وتولى دفن رسول الله ووضعه في قبره كلا من علي بن أبي طالب وشقران مولى الرسول والفضل وقسم بني العباس. بعد ذلك أصبحت الحجرة النبوية ضمن إطار المسجد النبوي، وحتى الآن لا يزال المسلمون يزورونها مصلين على النبي الكريم ومترحمين على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن القبر الذي يجله المسلمون ويعظمونه لم يسلم من محاولات غريبة لنبشه، فكيف حدث ذلك؟ مرحبا بكم متابعين الكرام. فضلا وليس أمرا، لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. كان الحاكم بأمر الله رجلا غريبا، وجميع تصرفاته مختلة، حتى أنه أقدم على نبش قبر الرسول الكريم في محاولة لنقل جثمانه إلى القاهرة لتوطيد حكمه. وتأتي القصة حسب ما يذكرها نور الدين السمهودي الذي عاش في القرن التاسع الهجري، والذي يعد من أشهر الذين كتبوا عن المدينة المنورة في كتابه في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى في الجزء الثاني. إنه وقد وقع بعد 400 من الهجرة ما نقله الزين المراغي عن تاريخ بغداد لابن النجار، قال: إن بعض الزنادقة أشار على الحاكم العبيدي صاحب مصر بنقل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من المدينة إلى مصر، وزين له ذلك، وقال: متى تم لك ذلك؟ شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر، وكانت منقبة لسكانها، فاجتهد الحاكم في ذلك، وأعد مكانا أنفق عليه مالا جزيلا، قال: وبعث أبا الفتوح لنبش الموضع الشريف. فلما وصل إلى المدينة الشريفة وجلس بها، حضر جماعة المدنيين وقد علموا ما جاء فيه، وحضر معهم قارئ يعرف الزلباني، فقرأ في المجلس، فمهج الناس وكادوا يقتلون أبا الفتوح ومن معه من الجند. ولما رأى أبو الفتوح ذلك قال لهم: الله أحق أن يخشى، والله لو كان علي من الحكم فوات الروح ما تعرضت للموضع. وحصل له من ضيق الصدر ما أزعجه، كيف نهض في مثل هذه المخزية. فلما انصرف النهار ذلك اليوم حتى أرسل الله ريحا كادت الأرض تزلزل من قوتها، حتى تدحرجت الإبل بأقطابها والخيل بسروجها، كما تدحرج الكرة على وجه الأرض، وهلك أكثرها وخلق من الناس. فانشرح صدر أبي الفتوح وذهب روعه من الحاكم لقيام عذره من امتناع ما جاء فيه.